خش بقى الف. حاضرين. وانا جاهز. اتفضل. ماشي يا عم. وادي بتاعتك يا سيدي. تشكر يا زوق. استنى. دي حتة. اتنين. التالتة. بالسلامة. سلام عليكم. استنى. اتنين مسقعين مشبرين اهو. السلة بيهم في السكة عشان محدش ياخد باله. كلك ذوق. اتفضل. الحكايه كمان فيها سلاح يا منير بقى كده. ده انت وقعت على حجري ومحدش سمع عليك. اشهد انا مش مصدقك. ازاي تفكري تتجوزي واحد زي ده؟ طاهر انسان مكافح ومش عيب ان هو اتولد فقير. انا ما بتكلمش على الفقر، انا بتكلم عن دماغ. ده راجل مستواه الثقافي والفكري مش زيك خالص. بس المستوى الاجتماعي كويس قوي وعنده فلوس. انا مش مصدق ان انت بتفكري كده. وما فكرش كده ليه يا حسام؟ طاهر الانسان الوحيد اللي وقف جنبي وحماني وهو اللي رجع لي. وانا اخوك ايه؟ مش رجالتك؟ لا يا حسام مش رجالتي. انا كنت فاكره كده بس للاسف لما احتجت لكم محدش فيكم ساعدني. يا شهنده يا شهنده لو على العنف مفيش اسهل منه. اعقلي وما تفكريش زي اخوكي محمد. انا كان غرضي نحل الموضوع ودي يا بنت الناس مع ساهل من غير ما نخسر كلنا. دي وجهه نظرك انت، لكن وجهه نظري انا اقطع عرق وسيح دمه. وطاهر بقى اللي هيقطع العرق وسيح دمه. اه يا بنت الحلال افهمي، طاهر ده صبي من صبياني كنت بمشواره. ده عذر اقبح من ذنب. وبعدين يعني انت كان في ايدك تساعدني وما عملتهاش. انا مش مصدق انت بتكلميني كده ازاي. ايوه يا حسام بكلمك كده، وان كان عاجبك وانا مش قاصر، ومن حقك اتجوز الراجل اللي انا اخترته وحاميني لاني ما ورايش رجاله. هتضحك وديني هتضحك انت وهو. يلا اطلع فوق. يلا اتفضل حضرتك وريني عرض كتافك. انت اخر يوم ليك النهارده في المحل. الله الله الله، ليه كده بس يا نسيبي؟ ليه كده؟ احنا يا ابني جايبين الخمره والمزه للزباين مش لحضرتك. انت بتطردني يا منير؟ منير؟ انت اتهبلت في عقلك ولا ايه؟ انت واضح انك انت اول مره تقف وتتكلم وتتفاهم مع راجل محترم زيي. لا من جهه الاحترام محترم صحيح. اه بمارسه دي السلاح يا اخويا اللي عندك في المخزن تحت. سلاح ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ بتخرف ولا ايه؟ بقول لك ايه يا منير؟ بلا تخريف بلا هرش مخ، ما تنكرش، انا شايفك بعينيا دول، ولو مش مصدقني انزل معايا المخزن دلوقتي واطلع لك المعلوم. لا و... وتطلع المعلوم ليه؟ انا انزل اطلع لك المعلوم عادي جدا. ايه يعني ما يكون واحد مخبي له حته كده ولا كده؟ بعدين احنا مش غرب عن بعض. اهو كده؟ يا عبيط انت، ده انا ستر وغطى عليك. بدل ما تطردني وتخليني اتهور عليك واروح ابلغ عنك البوليس والنيابه، خدني تحت باطك، تحت جناحك. خليني دراعك اليمين وانا عينيا ليك. ده انا عاجبك قوي. ها واملى عيني كده وجيب المغشفر من الفلوس اللي قدامك دي وانا بص عمري ما هتكلم. شلبي انا حاسس ان ده ابتزاز مش كده؟ لا ده مش احساس، ده اكيد. ايدك بقى المعلوم. ماشي ماشي يا شلبي، دول 500 جنيه، خد 300 وانا 200، ولا اقول لك نقسمهم بالنص 250 250. ماشي يا ابو ناسا كده، الناس تخاف ما تختشيش. ماشي يا بتاع المجاري، إلهي ال 250 جنيه دول يطفحوا في وشك. اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي يا حسام باشي يا وش السعد. انت انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر، اعتبروا البيت بيتكم. معقوله يا ناس؟ معقوله اني اتجوزت البني ادمه اللي انا بحبها ورايتها؟ دي حلم ولا علم؟ طاهر انا تعبانه قوي ومحتاجه استريح انا وحسام. يلا يا حسام. ايه هو ايه اللي يلا يا حسام؟ يلا يا حسام كده
مش لما نتعشى مع بعضنا ونقول كلمتين حلوين لبعض انا وانتي؟ وانا ماليش نفس وبجد محتاجه انام، تصبح على خير. لا لا استني استني، ما هو اني نسيت اقول لك ان المحروس حسام اني مجهز له اوضه زي الفل غير الاوضه بتاعتنا اللي احنا هننام فيها. معلش يا طاهر، انت بقى اللي هتنام فيها النهارده. لا طب الكلام الغريب ده، طب انسي موضوع النومه، اني عامل لك مفاجاه. ايه هي؟ اتفضلي يا عروسي. راح يا عروسي. ايه دي؟ دي دبله جوازنا، البسيها ما تخافيش، دي عيار 21. ماشي هلبسها بقى الصبح ان شاء الله. يلا تصبح على خير يا طاهر. وين تصبح على خير يا طاهر؟ دي شكلها كده جت عليا. شهندة شهندة شهندة، راحت فين؟ فترة طويلة راكبة دماغها وعاوزة تتجوز الراجل ده، أهو حسام كلمها كتير لكن مفيش فايدة. أنتوا اتجننتوا ولا إيه؟ طاهر إيه ونيلة إيه؟ ده أنا أتبعها قبل ما تعمل حاجة زي كده، وحسام باشا بعد ما عرف اللي حصل ما دبحش طاهر ده ليه؟ هو هيعمل لها إيه؟ ما هو نصحها وهي راكبة دماغها يعمل لها إيه؟ مش طاهر ده ما جايبه الزبالة؟ الله، وهو ذنبه إيه يا ابني؟ ذنبه إنه بقى زبالة زيهم. ما تقولش على أخوك الكبير كده، ما تقولش على أخوك الكبير كده. أنا ماليش أخ، أنت فاهمة؟ أنا ماليش أخ، أنا أخويا مات. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، يا رب يا رب. شهندة ايه يا طاهر؟ في ايه؟ يعني نقلت سي حسام الأوضة التانية، يعني قلت يعني عشان يخلالنا الجو ونفرح ببعضينا. ازاي يا طاهر تدخل عليا الأوضة وتاخد ابني من حضني وتوديه أوضة تانية؟ هو ايه ازاي ادخل عليك الأوضة؟ يعني ادخل عادي يعني. هو انت ناسي ان الليله دي تبقى دخلتني؟ لا يا طاهر مش ناسيه، بس خليها بكره. بكره؟ يعني انا هفضل واقف كده لغايه بكره؟ معلش يا طاهر عشان خاطري، خليها بكره. طب يعني بالنسبه لجدتي الفايره دي اعمل فيها ايه؟ دي بقى حلها انك تدخل الحمام تدلق عليها جردة المية ساقعة. هو دي حلها الوحيد؟ طاهر تصبح على خير. طب اتأخري شوية. ايه ده؟ انت هتنام هنا؟ ايوه، ما هو سي حسام نايم في الأوضة التانية ومفيش سرير تاني غير ده. بالنسبة للكنب يعني مش هعرف انام على الكنب. اي تمحيك وخلاص صح؟ نام اتفضل، تنام اخر السرير هنا. حاضر حاضر. شهندي شهندي بكره يا طاهر، نام بقى. يا
طاهر نام. الله، ماشي ماشي. صباح على خير يا شاهندي. وانت من اهله يا طاهر. ليه ليه نامت في اوضتها؟ ما بتنام معانا زي كل يوم، ايه المشكله؟ في ايه يا حسين؟ ولا حاجه، انا مش عايز البنت تنام لوحدها، بس ما تقلق وبتبقى خايفه ويعني ما بتونسنا. حسين في ايه؟ في اني معتزه على طول قدام عيني يا ايمان، في اني صورته ما بتفرقش خيالي، مش عارف اخدك في حبي، مش عارف المسك. انت ما فكرتش في داليا قبل ما نتجوز؟ انت جوزتني مجامله؟ اكيد لا، انا لما اتجوزتك اتجوزتك علشان ابقى ظهر ليك انت وملك، وتبقوا تحت عيني واخد بالي منكو. ما كنتش عايزه حد يحميني يا حسين. ايمان ما تفهمينيش غلط، بس يعني انت اتجوزتني علشان تحميني انا وملك بس. اول مره جملتي توجعني. شاهندي شاهندي. ايوه طاهر. هو احنا هنفضل مقضينها كده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هنفضل مقضينها زي الاخوات كده؟ اه. بص يا طاهر، يعني انت لازم تقدر الظروف اللي انا فيها، وبعدين انا محتاجه وقت عشان اخد عليك، وانت كمان تاخد عليا. يا ستي أنا مش محتاجة الوقت ده، أنا خلاص خدت عليك. طيب أنا بقى محتاجة إن أخد عليك زي ما أنت خدت عليا. وبعدين يعني أنت مستعجل على إيه؟ اللي مش هيجي النهاردة هيجي بكرة، واللي مش هيجي بكرة هيجي بعده. الله يخرب بيت بكرة وسنين بكرة، ده أنا قربت أكره كلمة بكرة. هو بكرة ده مش هيجي أبدا؟ لا، إزاي؟ هيجي أكيد هيجي، بس يعني أنت قول بقى إن شاء الله وتصبح على خير دلوقتي. شاهندي، يخرب بيت شاهندة وسنين شاهندة. واخدة الغطا كله.